بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة. بعون الله وتوفيقه وصلنا إلى الفقرة 70 بعنوان يوسف السباعي. شاء الرحمن الرحيم في الفقرة دي هندي برضو بعض الملاحظات المهمة وهنراجع مع بعض أسلوب الاستثناء بالخريطة الذهنية. يوسف السباعي ذو الوجه الباسم، طبعا ذو خلي بالك دي من الأسماء الخمسة وترفع بالواو هنا وهي خبر، هو مش طالب إعرابة بس أنا بحب أفكر بالحاجات المهمة واللي بتيجي كتير في الامتحانات. فاتح ذراعيه للأحباب والصحاب الذي لم يكره، ده فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه السكون. اوعى تقول الهاء في محل كذا، الهاء دي أصلية من أصل الفعل، يكره ما فيهاش ضمير، ده فعل مضارع مجزوم بالسكون. لم يكره أحدا ولم يخاصم أحدا. حصل على بكالوريا القسم العلمي من مدرسة شبرا الثانوية والتحق بالكلية الحربية وأصبح مدرسا. طبعا هنا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأصبح مدرسا للتاريخ العسكري واختير. اختير، شفت اختار دي نستفيد بيها لو جات لنا وقال لنا ابني مثلا للمجهول، ما أقول مثلا اختار المعلم الطالبة للسؤال، أقول لك ابنها للمجهول تقول لي اختير، يبقى اختير. ليه يا أستاذ؟ عشان في الماضي بنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، فأنا لما جيت كلمة اختار لقيتها، لقيت الحرف اللي قبل الآخر ألف، إذن لما يتكسر الألف مد يعني الكسرة لا تناسب الألف فتنقلب الألف ياء حتى تتناسب مع الكلمة. طب نجيب كلمة زي اختارة كده، أصلا مش عايز أعد الكلمة دي، هي مش مطلوبة أنا عارف، لكن أنا بقول بدي إشارات مهمة. كلمة استطاع لما أجي أبنيها للمجهول أقول إيه؟ أستطيع، أيوة، لأن لما أجي هضم الأول وأكسر ما قبل الآخر ألاقيه ألف فألاقيها أقلبها ياء. كلمة استشارة، ها، أستشير. إذن يا شباب دي خلي بالك نموذج للبناء للمجهول، خلي بالك منه. اختير مديرا للمتحف، اختير هو طبعا مديرا للمتحف الحربي، كان يؤمن بأن للأدب دورا، انتبهوا بقى عشان كلمة دورا دي أيضا كلمة امتحانية، هذا الإعراب اللي بيعتمد على التقديم والتأخير، يعني إذا رجعت امتحانات ثانوية عامة هتجده مكرر عشرات المرات، لأن ده طالب بيفهم يعني إيه جملة بأن للأدب دورا. طبعا هنا اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة، كان جايبها قبل كده شكلها كده وقال له قد تجلس مع إنسان وتشعر أن بداخله نورا. فشفت حتى الممتحنين جابوا الكلمة دي في امتحانات ثانوية عامة قبل كده وقال له اعرب كلمة نورا، يبقى نورا هنا تبقى اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة كانت أياميها. كذلك بأن للأدب دورا يبقى دورا اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة. بأن للأدب دورا كبيرا يمهد للسلام في مختلف العصور، مختلف العصور طبعا مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر، تمام كده. السؤال اللي بعديه بيقول لي جملة وقعت نعتا وبين محلها الإعرابي، ها نجري وندور على نكرة جاء بعدها جملة، وغالبا ما بتكون نكرة جاء بعدها فعل. تعال ندور على الطريقة دي الأول، النكرة الأحباب، أحدا لم يخصم أحدا، حصل على بكالوريا القسم العلمي. طبعا هنا كلمة أحدا مش كلمة حصل، مش جاي مش بتوصف أحدا، لذلك حتى بص فيها فصل اهي، صحيح دي نكرة زائد فعل لكن الفعل غير متعلق بالنكرة، يعني دي برضو نتعمق شوية في الجملة النعت زي ما احنا اديناها لك شكلا، نؤكد على المعنى دلوقتي، انا عودتك عليها نكرة زائد فعل ودلوقتي بأكد عليك النكرة زائد فعل متعلق بها في المعنى. لم يخاصم احدا وبعدين بدأت كلام جديد يبقى ملهاش دعوة، وبعدين لازم تدي معنى النعت، يعني بتوصف الكلمة اللي قبلها. فتعال نكمل مع بعض كده، واللي والتحق بالكلية أن حصل على بكالوريا من مدرسة شبرا، التحق بالكلية الحربية، أصبح مدرسا للتاريخ العسكري، هي صحيح نكرة لكن ما بعدهاش جملة، ده بعدهاش بجملة. اختير مديرا للمتحف الحربي، يؤمن بأن للأدب دورا كبيرا يمهد للسلام. خلي بالك بقى
كلمة دورا جت بعدها كبيرا وجت بعدها يمهد للسلام. ففعلا كلمة يمهد نكرة متعلقة بال... عفوا يمهد فعل مضارع متعلق بدورا. الدور ده صفته ايه؟ بالراحة كده، الدور ده صفته ايه؟ انه كبير. والدور ده صفته ايه؟ انه يمهد للسلام. اهي فهمت يعني ايه نكرة متعلق بها فعل، او الفعل متعلق بالنكرة، يعني فعلا بيوصف النكرة دي. إذن يا شباب ده كان أو دي النكرة تقريبا اللي هي موجودة، أو دي الجملة الفعلية اللي هي كلمة يمهد للسلام في محل نصب بنعت الكلمة يا شباب لكلمة دورة. بقول لي أسلوب شرط وحدد أجزاءه. عايز أسلوب شرط يا شباب، إن ومن وما ومهما ومتى وأن وأيان وحيثما وأي، وعندك كمان إذا ولو وكلما. بص احنا هنا ما شرطناش اسلوب شرط لاداه جازمه، هو قال لك اسلوب شرط وحدد اجزاءه. يوسف السباعي لم يكره احدا بكالوريا والتحق، كان يؤمن بان للادب دورا ولم يكتب من خلال نظريه فنيه. ولو خير، بص بقى اسلوب شرطه، ولو خير بين مناصبه التي تولاها وبين الابداع الادبي لاختار الكتابه. اهو بص، لو دي أداة الشرط، وخير ده فعل الشرط، دي الأجزاء بقى، لاختار ده الجواب، يعني ده الجواب. طبعا هنا اللام للتأكيد يا شباب، مش لا اختار، لا هي لاختار، اللام للتأكيد، يعني زي ما نقول اتصلت بكلمة اختار للتوكيد، وده بيجي كتير معاه قوي حكاية اللام الزائدة للايه يا شباب، للتوكيد. يبقى قلت له اسلوب شرط والاجزاء أداة الشرط لو، وفعل الشرط اللي هو خيرة، وجواب الشرط اللي هو جملة ايه، جملة لاختار. ولي خبرا جملة الفعل ناسخ، ارجو الدقة لو سمحتم. الناس اللي بدأت تتقن النحو اطلب منها بقى الدقة في قراءة السؤال. خلاص بقى، عدوك دلوقتي هو التسرع، هو عدم التركيز في السؤال اللي قدامك، فعايز خبر جملة والفعل ناسخ. طب تعالى كده، ذو الوجهين، لم يكره لم يخاصم، أصبح مدرسا تنفع؟ لا. صحيح كلمة مدرسا خبر لفعل ناسخ، بس مش خبر جملة. انتبه، هو عايز خبر ايه؟ جملة لفعل ناسخ. انا كنت لسه بنبهه. طب كان يؤمن، صح كده تمام، يؤمن دي خبر جملة فعلية في محل نصب خبر كان، صحيح. طب تنفع للأدب؟ لا طبعا، هي شبه جملة في محل رفع خبر إن، لكن هو مش عايز لفعل حرف ناسخ، هو عايز خبر جملة لفعل ناسخ. ده إذن يا شباب المطلوب الثالث. المطلوب الرابع بيقول لي مصدرا لفعل الرباعي واذكر فعله، ها تحسين الانتاج واجادته، تلبيه للايه، للجماهير بجهاد ومقاومه زلزال وبلبله الايه، الاسعار. يبقى تعالوا كده ندور على حاجه، كلمه الابداع مصدر لفعل رباعي لانها شكل الانتاج في الجمله المحفوظه بتاعتنا، تحسين الانتاج، كلمه ابداع شكل انتاج، يبقى ده المصدر لفعل رباعي. طب بيقول لي هنا اذكر فعله ابدع، طبعا لازم طالما قال لي اذكر فعله وهو انت مطلعه مصدر رباعي، يبقى لازم الفعل يطلع رباعي يا شباب. سؤال جيم بقى، لا ينشد السباعي الا الارتقاء بالادب، ضع غير مكان الا ثم اعربها. انتبهوا بقى بالله عليكم علشان نراجع كده، فرصة كده نراجع اسلوب الاستثناء سريعا كده. اسلوب الاستثناء في المخطط اللي قدامك، الخريطة الذهنية دي قدامك اهي. اولا ادوات الاستثناء تعرف انها عدا وخلا وحاشا والا وغير وسوى، هم ست ادوات. واعراب المستثنى بيعتمد على الاداة المستخدمة. انتبهوا بقى، اعراب المستثنى بيعتمد على الاداه المستخدمه، وعايزه حفظ يا جماعه، والله العظيم عايزه حفظ. فيها جزء فهم، لكن معتمده في الاخر وفي الاول انك تفضل فاكر اللي انت فهمته. بعد الا والكلام مثبت يبقى مستثنى منصوب، يعني انا قرات الصحف الا صحيفه، الكلام مثبت يعني ما فيش اداه نفي. الجمله قرات الصحف الا صحيفه هي هنا كده بعد الا والكلام مثبت، يبقى على طول مستثنى ايه، مستثنى منصوب. طيب بقول لك هنا بعد إلا برضو منفي ويجوز الحذف، بيعرب حسب موقعه في الجملة. يعني إيه منفي ويجوز الحذف؟ بص كده الجملة دي معايا، لم أقرأ إلا صحيفة، أهي منفية لم وهي إلا أداة الاستثناء وينفع أشيلهم. ما هو بص بقول لك هنا منفي ويجوز الحذف، أهي منفي وينفع أقول أقرأ صحيفة، خلاص يبقى الشروط اتحققت. طب ماله ده بقى؟ حسب موقعه في الإيه شباب، في الجملة، يعني أنا أعرف صحيفة هنا مفعول به.
طب بعد إلا ومنفي ولا يجوز الحذف، يعني لما اجي احذف النفي والاستثناء يعني ما ينفعش، يبقى اتعرف الحالة دي مستثنى منصوب أو بدل. يبقى لم أقرأ الصحف إلا صحيفة، ينفع أقول أقرأ الصحف صحيفة؟ يبقى ده منفي وما ينفعش أحذف. يبقى كلمة صحيفة تتعرب إيه؟ تتعرب مستثنى منصوب أو بدل من كلمة الصحف، برضو هيبقى بدل إيه شباب؟ بدل منصوب. طب اللي بعد غير وسوى بيعرب وانت مغمض مضاف إليه، وتاخد غير وسوى إعراب المستثنى له. يعني لو كان اللي بعد إلا منصوب تقوم غير واخد النصب ليها وتخليه هو مضاف إليه. يعني فلنفرض الجمله اللي فوق دي قرات الصحف الا صحيفه، لما اجي احط غير كلمه صحيفه الاول قبل ما تحط غير مالها منصوبه، تقوم غير واخده النصب من صحيفه وتخليها مضاف اليه. طب برضو لم اقرا الا صحيفه، لو عايز احط غير مكانها او لم اقرا غير صحيفه، لان كلمه صحيفه كانت مفعول به، فغير هتاخد الاعراب وتخلي صحيفه مضاف اليه. طب لم اقرا الصحف الا صحيفه، كنا بنعرف صحيفه ايه؟ مستثنى منصوب او ايه لو تفتكر بدل، صح؟ ما لسه كنا بنقول اهو. يبقى غير هي اللي تاخد الاعراب لنفسها، هتخلي تبقى كلمه صحيفه مضاف اليه، وغير هنقول عليها يعني للدقه اسم منصوب على الاستثناء او بدل، لان غير مش مستثنى، غير اداة استثناء. فازاي هنقول غير مستثنى؟ للدقة يا جماعة لما نيجي نعرب غير ونلاقينا هنقول عليها مستثنى نسميها ايه؟ اسم منصوب على الاستثناء، وكذلك سوى. المهم ان ده غير وسوى بيسرقوا الاعراب بتاع المستثنى بعد الا لهم ويخلوه هو مضاف ايه؟ اليه. يبقى اللي بعد غير وسوى دائما مضاف ايه يا شباب؟ اليه. احب الناس غير الكذاب، الكذاب تعرب مضاف اليه. طب غير تعرب ايه؟ هتخيل ان مكان غير هنا الا، يبقى احب الناس الا الكذاب، اعرب الكذاب، هيبقى مستثنى منصوب، يبقى غير هي المستثنى المنصوب. بس احنا لسه من شوية قايلين ما تقولش على غير مستثنى، لان المفروض ان غير دي اداة استثناء، فبنقول على اسم منصوب على الايه يا شباب؟ على الاستثناء. طيب بعد عدا وخلا وحاشا، وانتبه كمان نسيت اقول لك ان سوى بتعرب بعلامات مقدره، لكن غير بتعرب بعلامات ايه يا شباب؟ ظاهره. طبعا انا اراجع مراجعه سريعه، من اراد يعني الاسهاب والاطناب في ذلك يروح كده ان شاء الله موقع بنذاكر، هيلاقي عليه المستثنى مشروح شرحا تاما. بعد عدا وخلا وحاشا بيعرب اسم مجرور او مفعول به، وتعرب الاعرابين الا اذا جابهولك في شكل يجبرك تعرب اعراب واحد. يعني بقول احبه الناس عدا الكاذب وما شكلتهاش، في الحاله دي انت تقول لي الكاذب اسم مجرور او مفعول به. طب احب الناس عدا الكاذبه وحطيت لك عليها فتحه كلمه كاذبه، يبقى تعربها هنا مفعول به فقط. طب جبتها لك احب الناس عدا الكاذبي، يبقى تقول لي اسم مجرور وما تقولش حاجه تانية. ممكن جنبها تقول ايه؟ ويجوز كذا. لكن لما تيجي ما يشكلها لك بتعرب حسب اللي قدامك، لو جابها لك منصوبه يبقى اكيد هي مفعول به، لو جابها لك مجروره يبقى هو قصدها انها اسم ايه يا شباب؟ مجرور. ما شكلها لكش قول الاعرابين. طيب هنا بقى في الناحيه الثانيه قول اهو احب الناس خلى الكذاب، دي عشان ما تشكلتش هنقول مستثنى منصوب او ايه؟ عفوا، هنقول مفعول به او اسم ايه يا شباب؟ او اسم مجرور. طب امتى المستثنى بقى يتعرب مفعول به فقط؟ لما يجي بعد ما عدا وما خلى. يعني احب الناس ما خلى الكذاب، يبقى يا شباب يبقى مفعول به. دي كانت تذكره سريعه باعراب المستثنى واعراب غير يا شباب غير وسوى. تعالى بقى نرجع للي كان بيقوله. السؤال جيم. السؤال جيم بيقول لي لا ينشد السباعي الا الارتقاء بالادب، دع غير مكان الا ثم عربها. طبعا هتعرب غير يعني. تبقى لا ينشد السباعي غير الارتقاء بالادب. بص انا نصبتها فورا. اصل انا قبل ما احط غير قمت باصص اللي بعد الا ماله؟ الارتقاء ماله؟ ده هنا مفعول به. الارتقاء ماله هنا؟ مفعول به. لان الكلام هنا منفي وينفع احذف. ينشد السباعي الارتقاء بالادب. واحنا لسه قايلين من شويه طالما يا جماعه اهو، طالما منفي وينفع احذف اهو،
منفي وينفع احذف، يبقى هنا تعرب حسب موقعها في الجملة. يبقى كلمة الارتقاء هتعرب مفعول بتقوم غير لما تتحط هي اللي تاخد الإعراب لها. يبقى أقول لا ينشد السباعي غير، لأن هي لا تاخد إعراب المفعول به، لا تاخد النصب ليها يعني، وتخلي كلمة الارتقاء تبقى مضاف إيه يا شباب، مضاف إلي. يبقى لما أجي أعرب غير أقول له مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. دال امدح مؤلفات يوسف السباعي. طبعا كما أشرت في الفقرة 69 وقلت لك خلي بالك ان ما تمدحش بنعمة مباشرة. الناس يا جماعة ما اقولش هنا نعمة مؤلفات يوسف السباعي، اقول نعمة المؤلفات مؤلفات يوسف السباعي، او نعمة الشيء مؤلفات يوسف السباعي، او نعمة الابداع مؤلفات يوسف السباعي، أو نعمة شيئا مؤلفات يوسف السباعي. قلنا لابد أن تفصل بين نعمة وبين المخصوص بالمدح بكلمة. الكلمة دي لو معرفها هتبقى فاعل، ولو نكرها هتبقى إيه شباب، تمييز. أخيرا كيف تكشف في معجمك عن كلمة مناصب؟ هنكشف عنها في نصب باب النون فصل الصاد ثم الباء. بكده الحمد لله تكون الفقرة 70 تمت بحمد الله. ربنا ييسر، اقتربنا الشباب إن شاء الله بإذن الله من ختام هذه 100 فقرة المهمة. وإلى اللقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.